لا عليك يا مدوسة ادريدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الثالثة من شابتر 2 من لعبة فيساج. نبدأ اللعبة وبسم الله. وطبعا شفت الصور، احنا هناخد الصورة ديت ونرمي الصورة دي. ما اعتقد يعني ايه نفس الصور. هنا ما اعتقد يعني ما اعتقد. ودي هنا نفس الصورة اللي كانت في اللي سنة خدتها سكرين شوت يعني بالله. واحد بياخد حمام شمس، بس حمام شمس في الضلمة ازاي ما اعرفش. ماشي. ادي العربية ديت. كده النحف اللي في البتاع اللي في الوش. نخش هنا ماشي. ستة الحمد لله. الحمد لله. طب وبعدين صوت بيبيريتوس. طب فين ده؟ احنا نقعد نلف عامل زي لعبة بي تي ولا ايه؟ ايه ده؟ هروح عند قطة التك. قطة التك. ماشي. ماشي.
تهيألي كده يعني. الحمد لله. ايه ده؟ نهار ابيض. انا ستر على بيت الشيء امتنع كده. مادام في نور يبقى ما نولعش الولع. تلاجة مفيهاش غير مية بس. هتطلع مرة واحدة؟ ماشي لغاية فين بقى الحبل ده؟ وادي عمور يا عمور. ماشي ننزل هوبا. نيمي تربو بعدين يا ايه ده؟ ماشي ادي الواد صغير. ماما زمن هي جايه جايه
بعد شوية جايب ادريدس معاها. يا تويتوس يا مريبوس انت عايش يا اختي والنبي ابنك اول انه ما تعديش رسنا دمعتي قريبة كده. ما علينا كده عند قط المولود. يا نهار ابيض نحط الحاجات ديت. فين بير بيبي؟ يطلع مفتاح بتاع الصندوق. صندوق ايه؟ صندوق خلاص. صندوق نغم. ماشي نغم ايه؟ اهو اسطوانة كده. هنخش استر يا رب استر يا رب استر يا رب. ما قلناش دويدوس. دويدوس مش هتيجي ان شاء الله وانا مش عاوزها. هو في آلة هنا، في آلة هنا، لكن دي بقى اللي بحط لها ال اهي اهي ان شاء الله. ونجي الله وبرنجي. باب ده 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 ده. يا نهار ابيض كل دي سلالم. هو لازم اطلع فوق. بسم الله الرحمن الرحيم.
نيو 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 نيو. لو مشيت غلط المسكت بتتغير، بتجيب مغص في الرجل. الحمد لله كده مش نصح. الله عليك يا مدوسه يا دريدس. يلا نهايتك ان شاء الله على ايديا. طب اروح فين يعني؟ تطبخين ايه؟ اكيد سم فرين. نهار ابيض. اهلا ولا ما تشتغلش. استر يا رب. استر يا رب. نو بابون. شفت الصور ايه؟ نهار ابيض يخرب بيتك. راحت فين بنت الأبلسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يخرب بيتك دشنت نفسيها. ايه
ايه ده؟ اللي كان من هنا مراية. ايه؟ خلصنا الشابتر. فاصل دولياريس. وبكده نبقى ختمنا الشابتر 2، وانتظرونا ان شاء الله في الشابتر 3. ما تنسوش اللايك والكومنت، تقولوا رايكم في الحلقه، واللي عنده اي استفسار يحط في الكومنت اسفل الفيديو. معلش يا جماعه، انا بحط الفيديو على الويتنج او الانتظار يوم او يومين، يعني ده هعمله بعد الحلقه الثانيه بيوم او بيومين. معلش اعذروني ان في ورايا شويه مشاكل وضغوطات، فان شاء الله باذن الله هبقى اخليكم كله ورا بعض. هنشوف الشابتر 3 باذن الله مخبي لنا ايه، ومين الشخصيه اللي هنقابلها في الشابتر 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.